ثم قال سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة، أيضا فيها قراءتان: وواعدنا ووعدنا، ووعدنا موسى، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. في سورة البقرة مر بنا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. الآن هنا قال 30 وأتممناها بعشر، في النهاية شم 40، في النهاية صارت 40. فإذا هنا قال: فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال أهل العلم: هناك أجمل وهنا فصل. هناك ذكر في النهاية هي 40 ليلة، هنا فصل قال 30 كانت ثم زدناها 10 فصارت 40، في النهاية هي 40 ليلة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا الوعد لما وعد الله تبارك وتعالى موسى أن يخرج إليه ويختار مجموعة من بني إسرائيل من الصالحين منهم، واستخلف موسى على قومه أخاه هارون وخرج إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي، أخلفني في قومي، أي ابق في قومي خليفة لي حتى أرجع. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم تبوك، لما أراد أن يخرج إلى تبوك ولحق به علي رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقاه في المدينة على أهل بيتي، فقال: تتركني مع النساء والصبية؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني كما خلف هارون موسى لما خرج إلى ميقات ربه لم يكن في ذلك أي عيب على هارون صلوات ربي، وكذلك عندما أبقيك أنا الآن ليس في هذا أي عيب عليك. فرضي علي رضي الله عنه وبقي في المدينة، ولما رجع موسى انتهت مدة الاستخلاف، كذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مدة الاستخلاف لعلي رضي الله عنه. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طيب هارون النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: أصلح لا تتبع سبيل المفسدين، هل يحتاج هارون إلى مثل هذا الكلام وهو نبي كريم أيضا مع موسى؟ كما أن موسى نبي، هارون أيضا نبي. إنا رسولا ربك. فقالوا: كيف موسى عليه الصلاة والسلام يوصي هارون بهذا وهارون نبي معصوم صلوات ربي وسلامه؟ هذا من التذكير، هذا من التذكير، كما قال الله تبارك: يا أيها النبي اتق الله، وكما قال الله تبارك: فبهداهم اقتده. هذا لا مانع منه أبدا، فهذا من باب التذكير لا من باب التشكيك في حاله، وإنما أراد أن يذكره. قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أي احذر ذلك الأمر.